فقدنا لهؤلاء الرجال الواحد منهم بألف يدل على أن المعركة لا تزال حامية الوطيس، وأنه لا ينبغي الاستهانة بها، ولو أن بوادر النصر قد لاحت وأن العدو بدأ ينهار وينسحب وينهزم، ولكن هذا لا يعني التهاون والتساهل في ملاحقته، بل ينبغي أن تشتد الضراوة عليه في هذا الأوان. ولقد نصح الناصحون من المحللين العسكريين والخبراء نصحوا القيادة بأنه عندما يبدأ العدو في الانهيار ينبغي أن تشتد الضربات عليه وتشتد ملاحقته، ولا ينبغي التساهل معه ولا التهاون في أمره، وهو للأسف خلاف ما فعلته القيادة المشتركة، فإنها أصدرت بياناً وللأسف تقول بوقف ملاحقة العدو في الفترة من كذا إلى كذا. هذا والله بيان وقرار غريب. نحن نعلم أنهم تحت ضغوط دولية، ولكن الضغوط الدولية يعني عهدنا بها قديم، ونعرفها ويعرفونهم أكثر منا. كلما يشتد الحال على حفتر ويضيق عليه الخناق، المجتمع الدولي والدول الكبرى يعني تهب لنصرته، وتتسارع بياناتها صباحا مساء لدعمه ووقف القتال والدعوة للمصالحة والتهديد والتلويح وغير ذلك. هذا شيء عهدناه وعرفناه، لكن المجتمع الدولي له حساب، ونحن ينبغي أن يكون لنا حساب، لأننا عندنا شهداء، عندنا دماء، عندنا مهجرون يعني أخرجوا من ديارهم وأذلوا، وكانوا أعزة كرماء يعيشون حياة كريمة، فصاروا يتكففوا الناس وهم بمئات الألاف من بنغازي ومن درنة ومن طرابلس ومن كل أماكن ليبيا. عندنا آباء فقدوا 5 من أبنائهم وفقدوا 3، عندنا زوجات فقدن أزواجهن عندما سمعوا النفير العام، فقدن أزواجهن بعد أيام قليلة من عرسهن. بماذا نجيبهم بالله عليكم؟ أخبرونا يا قيادة مشتركة.